الأمن المصري يواصل مطاردة خلية الواحات الإرهابية. افتتاح أول مكتب لتشغيل اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري. ونستعرض في نشرتنا قصة ناجية من مرض السرطان تنتصر عليه بمساندة الأهل. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار اليوم. تستمر قوات الجيش والشرطة المصرية في جهودها من خلال تمشيط صحراء الواحات بحثا عن الإرهابيين الذين نفذوا العملية الإرهابية التي خلفت عشرات القتلى من الضباط والجنود. وكانت وزارة الداخلية المصرية أفادت السبت في بيان لها عن مقتل 17 من عناصر الأمن و15 من العناصر الإرهابية في المواجهة الأمنية بين قوات الأمن المصرية والإرهابيين في اشتباكات طريق الواحات بمحافظة الجيزة التي وقعت الجمعة. أعرب عدد من الشباب المصري عن حزنهم الشديد لما يحدث من عمليات إرهابية بين الحين والآخر، مؤكدين أن مثل هذه العمليات تؤثر بشكل مباشر على مستقبلهم وطموحاتهم. كاميرا أخبار الآن تجولت في القاهرة ورصدت الآراء التالية. هذا الخبر خبر مؤلم جدا ومؤثر على مستقبل الشباب، وخاصة في الأيام القادمة أن الشباب بيحصل عنده عملية من اليأس، أنه في بلده فيه إرهاب تولى مكانه وحصل على مكانة كبيرة جدا، فخلت الشباب عنده يأس نفسي وتأثير عصبي على تلك المشكلة. والله العمليات الإرهابية دي حاجة مؤسفة وحاجة قديمة حديثة، احنا كمجتمع بنعاني منها وبندعو الله احنا فترة وهتعدي، لكن هي بالنسبة للتأثير ممكن يكون تأثير مباشر وغير مباشر. تأثير غير مباشر لما تكون لما تمتص تاخد دعم مادي ودعم من الدولة انها تكاليف المواجهة، والدعم والتأثير غير مباشر انها بتأثر على الشكل العام لمصر من الخارج. متأثر علينا طبعا نفسيا واجتماعيا. المفروض ان الفلوس اللي بتتصرف على مكافحة الإرهاب دي تتصرف علينا كشباب. انا مش عارف بكرة شكله عامل ازاي، واصلا الإرهاب طموحه الرئيسي ان يوقع الدولة دي. انا خايف ينجح في يوم من الايام، ولو الدولة دي وقعت في يوم من الايام خلاص انا فين مستقبلي؟ حالي حال اي شاب سوري دلوقتي موجود في تركيا، موجود في مصر دلوقتي. لا ما يأثرش، المفترض انه ما يأثرش. صح نزعل، والنبي كان بيحزن لما بتحصل مصيبة، لكن كان يبقى دافع ان احنا لازم نواجه الإرهاب والجريمة. اي شاب عشان يشوف بلده كل يوم الداخلية فيها او الشرطة ناس بتتقتل من غير اي سبب غير اللي هو الإرهاب وبس، ده بيأثر على اي شاب نفسيا وبيحبطه، وده كفاية لاي شاب ان هو تأثير الإحباط ده هيأثر عليه في كل حاجة، بيعطل مستقبلي في كل حاجة، شغل، دراسة، تعليم، اقتصاد بلد عايزة اللي يساعدها مش عايزة اللي يأخر منها، فهم أكيد ده موقف حال البلد كلها. الدنيا بقى بهدلة وما فيش جديد طبعا، الضربات دي مدمرة الدنيا معانا طبعا، وما فيش جديد في حياتنا، فلازم طبعا يبقى في تأخير لورا، ما فيش لقدام. وصلت قوات النظام السوري تقدمها في ريف دير الزور الشرقي وسيطرت على حقل العمر النفطي بعد عملية إنزال جوي في الحقل. وذكرت مصادر محلية أن قوات النظام نفذت عملية إنزال جوي على حقل العمر التابع لمدينة الميادين شرق دير الزور، وأعقب ذلك اشتباكات مع عناصر تنظيم داعش انتهت بسيطرة قوات النظام على الحقل. قالت مصادر عسكرية عراقية أن مقاتلات الجيش العراقي استهدفت معسكرين لتنظيم داعش قرب الحدود العراقية السورية غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل 25 من أفراد التنظيم. وأضافت المصادر أن الغارات أسفرت عن تدمير المعسكرين بشكل كامل، بالإضافة إلى تدمير 13 سيارة من ضمنها شاحنة محملة بالأسلحة.
ذكر الباحث في شؤون الجماعات المتشددة الدكتور ماهر فرغلي أن تنظيم داعش بالرغم من كونه يشهد فترة انهيار كلي إلا أنه يستغل الأوضاع الراهنة في كردستان العراق بشكل كبير، مشيرا إلى أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي دعا في رسالته الصوتية الأخيرة المقاتلين إلى تكفير الأكراد والجيش العراقي واستغلال الأوضاع لصالح التنظيم. طوال الوقت يعني داعش نحن نعلم أنه يعني يستغل أي نقطة للضعف لكي ينفذ منها يعني في الحقيقة، وهو في واقع التاريخي لنشأة هذا التنظيم وجدناه أنه نفذ من العملية الطائفية والصراع الطائفي والصراع العرقي داخل العراق، وجدناه استغل الطائفية بشكل كبير جدا، اعتبر أن الطائفية فرصة غير مسبوقة له للتوسع والتمدد في الهوامش وفي المناطق العراقية، نجح إلى حد كبير جدا في السيطرة على أراضي كثيرة، استغل نقاط ضعف كثيرة ونجح وبقي فترة ممكنا في بعض الأراضي وأعلن دولة مزعومة له أطلق عليها دولة الخلافة. الآن داعش انهار في الحقيقة، لكن ما يحدث في كردستان العراق وفي المناطق الكردية في الحقيقة هو يستغل داعش بشكل كبير، ولذا وجدنا في التسجيل الصوت المنسوب للبغدادي مؤخرا يتحدث عن هذه المسألة، يكفر الجيش العراقي، يكفر في ذات الوقت الشعب الكردي والقوات الكردية البشمركة، ويحاول أن يحفز أتباعه على الصمود وعلى أن يستغلوا هذه الأوضاع في الحقيقة. فما يحدث هو 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 نقطة تؤدي إلى 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 مساحة ضيقة، مساحة معينة يستطيع داعش أن ينفذ منها في الحقيقة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان أن نهاية تنظيم داعش باتت وشيكة بعد السيطرة على مدينة الرقة السورية. وأضاف ترامب أن هذا الانتصار الذي حققته قوات سوريا الديمقراطية ينبئ بالانتقال قريبا إلى مرحلة جديدة في سوريا، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة للتسوية السورية ستشمل دعم القوات المحلية وخفض مستوى العنف وتوفير ظروف السلام. يرى مجلس التنسيق السعودي العراقي النور اليوم في الرياض بحضور رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي يرأس وفد العراق وبرفقته عدد من الوزراء والمستشارين في الحكومة العراقية الذين وصلوا السبت. ويهدف المجلس الذي أقره مجلس الوزراء السعودي منتصف آب أغسطس الماضي إلى رفع مستوى العلاقات الاستراتيجية والاستثمارية والثقافية بين البلدين، ما فتح بارقة جديدة أمام العراق لإنعاش اقتصاده وترميم ما خلفته الحروب داخله. وصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون للرياض لحضور اجتماع تاريخي بين مسؤولين من السعودية والعراق بهدف مواجهة النفوذ الإقليمي المتنامي لإيران. ووصل تيلرسون إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بعدما يزيد قليلا عن أسبوع عن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استراتيجية لاحتواء إيران وإجبار حكومتها على سد ما سماه ثغرات في الاتفاق متعدد الأطراف الذي أبرم عام 2015 بهدف منع إيران من تطوير أسلحة نووية. يدلي اليابانيون بأصواتهم اليوم في انتخابات تشريعية مبكرة دعا إليها رئيس الوزراء شينزو آبي الذي يرجح فوزه فيها ليشغل المنصب لولاية جديدة على رأس ثالث اقتصاد في العالم، بينما تواجه بلاده تهديدات كوريا الشمالية. ومن المتوقع أن يحصل الحزب الديمقراطي الليبرالي وشريكه الأصغر في الائتلاف كوميتو معا على حوالي 310 مقاعد في مجلس النواب، بما يمثل أغلبية الثلثين وفقا لاستطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء كيودو يوم الثلاثاء الماضي. ضربت العاصفة برايان بلدات في إيرلندا وعلى الساحل الغربي لإنجلترا وويلز، وتسببت الرياح العاتية وارتفاع الأمواج في إلحاق أضرار جسيمة بعدد من المباني. وبعد أقل من أسبوع من مقتل 3 أشخاص بسبب العاصفة المدارية أوفيليا، أصدر مكتب الأرصاد في إيرلندا تحذيرا من أن متوسط السرعة التي تتحرك بها الرياح
سيتراوح على الأرجح بين 55 و65 كيلومترا في الساعة في المناطق الغربية، مع وجود رياح تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة. أهلا بكم من جديد. بافتتاح مكتب لتشغيل اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري، بات بإمكان سكان المخيم التنقل منه وإليه على نحو أسهل، وأصبح بإمكانهم الحصول على وظيفة برواتب جيدة على نحو أفضل وأسرع بسبب الخدمات المقدمة لهم، لا سيما في المجال الزراعي والإنشائي. التفاصيل في سياق التقرير التالي. الوضع القانوني بات سيد الموقف، ولم يعد على اللاجئين في مخيم الزعتري بعد اليوم أن يعانوا مشقة العمل خارج الأطر القانونية. فبفتح أول مكتب لتشغيل اللاجئين في المخيم بات من الممكن إصدار تصاريح للعمل خارجه، وهو ما قد يسد جزءا من احتياجاتهم المادية. وفضلا عن هذه الأخيرة، ربما يرى المتقدمون للعمل في هذا المكتب فسحة أمل يجدون فيها ما قد يخفف عنهم عبء اللجوء ومرارة تركهم لأوطانهم وأعمالهم. في المكتب التشغيل الزعتري عندنا 3 أقسام: قسم التصاريح الزراعي والإنشائي بشكل عام، قسم التصاريح، قسم الإرشاد المهني، وقسم التشغيل والإرشاد المهني، وقسم التسويق. لحد الآن أصدر المكتب حوالي 2200 تصريح زراعي، وسجل حوالي 1100 باحث عن عمل راغبين بالحصول على تصريح عمل إنشائي. قسم التسويق هو وظيفته العمل الميداني، زيارات لأصحاب العمل في أماكن تواجدهم حتى نشوف الفرص العمل المتوفرة وأصحاب العمل المستعدين لتشغيل لاجئين سوريين، بحيث نعلقهم على اللوحة هون، نعلنهم إعلان على اللوحة، وبيجون أصحاب العمل بنعمل لهم ربط وظيفي بين الباحث وبين صاحب العمل، بنحولهم لعندهم وبنتابعهم فيما بعد، إما عن التليفون أو على الزيارة الميدانية إنه يشتغل أو لا. هنا في مخيم الزعتري جئنا اليوم لنسأل المتقدمين للحصول على التصاريح للعمل عن رأيهم بمكتب التشغيل والخدمات التي يقدمها. دعونا نرى. مرحبا. حضرتك مقدم لتصريح؟ طب ما رأيك بأول شيء، هل حصلت على التصريح؟ حصلت. تصريح عمل في مجال الزراعي أم الإنشائي؟ مطعم. يعني التصاريح العامة. طب ما رأيك بوجود مكتب للتشغيل؟ هل سهل عليكم الحصول على تصاريح؟ سهل كثير علينا. من حيث؟ المشكلة على طلع وفوت على المخيم، والشغل أحسن، صار تحسن معنا أحسن من أول. يعني كنتم تخرجون لمدة محدودة؟ كان 12 يوم فتح هاي بنيجي لهون، يعني مشكلة روح ورجعة، هسه أحسن كل شهر بتيجي مرة. يعني كل شهر تخرجون شهر كامل، تعودون يوم واحد فقط ومن ثم ممكن أن تخرجون هذا أسهل لكم؟ أسهل شيء. أيوة. طيب شكرا لك. حضرتك حصلت على التصاريح؟ لا والله بعد. لم تحصل على تصريح عمل. السبب؟ لسه عمري تحت 18. لكن تعتقد أن مثل مكتب التشغيل يسهل عليك؟ نعم، أنا كل 14 يوم قاعد باجي، بظل يومين معطل عن الشغل تقدر أطلع إجازة بعدين أطلع أشتغل. أما يوم يكون فيه تصريح الواحد بيجي يوم بيقطع التصريح وبيشوف أهله وبيرجع بيكمل شغل. طيب أشكرك. من أيضا حضرتك حصلت على تصريح عمل أم لا؟ لسه يعني ما حصلتش. ليش؟ السبب؟ بعد هاي في إجراءات يطلع التصريح. لكن متأمل خير من وجود مكتب للتشغيل؟ يعني تعتقد أنه هذا الأمر رح يسهل عليك الحصول على التصريح؟ إن شاء الله خير. في القطاع الزراعي أم الإنشائي؟ ده بالإنشائي. من مهام المكتب أيضا مساعدة اللاجئين للحصول على الاستشارات التوظيفية اللازمة والتنسيق مع الجهات الرسمية، مثل معارض التوظيف التي أقيمت في المخيم مؤخرا لإيجاد فرص عمل للاجئين. ومن خلال التصريح الرسمي بات بالإمكان التنقل من وإلى مخيم الزعتري بشكل طبيعي، وهما قد يضمن بيئة عمل أكثر ملائمة. لأخبار الآن، لانا رياض، مخيم الزعتري. والآن إلى جولة الصحافة. نبدأ جولتنا من صحيفة الغد الأردنية التي عنونت تراجع أعداد الحشرات يهدد الحياة على الأرض.
وجدت دراسة جديدة أن الانخفاض الحاد في عدد الحشرات على كوكب الأرض يهدد استمرار الحياة بجميع أشكالها. واكتشف الباحثون في جامعة رابود في هولندا هذا الأمر بعد دراسة استمرت عقودا من الزمن حول المحميات الطبيعية في جميع أنحاء ألمانيا. صحيفة اليوم السابع المصرية عنونت باحثون يكشفون أهم علامات كذب النساء داخل الرسائل النصية. اكتشف الباحثون بعض الأنماط التي تشير إلى أن الشخص الذي كتب رسالة ما كاذب ولا يقول الحقيقة. اكتشف تحليل جديد لمئات من المحادثات أن النساء تميل إلى استخدام المزيد من الكلمات عندما يكذبن، بالإضافة إلى الكلمات الذاتية مثل أنا. وبحسب الباحثين فإنه من الصعب تحديد الكذابين الذكور لأنهم يستخدمون كلمات أقل في الرسائل. وإلى صحيفة الأيام البحرينية التي عنونت جوجل تعرض مكافآت مالية لمهمة أمنية. أعلنت شركة جوجل مكافأة مالية قدرها $1,000 أمريكي لمن يتمكن من اختراق عدد من التطبيقات على متجر جوجل بلاي. وأورد موقع ماشبل التقني أن المكافأة جاءت نتيجة تعاون جوجل مع منصة هاكرون التي تساعد الشركات على إيجاد حلول أمنية لحماية بيانات المستخدمين. وستدفع المكافأة لكل من يجد ثغرات أمنية في 30 تطبيقا على متجر جوجل بلاي. إلى صحيفة القبس الكويتية التي عنونت بلدة إيطالية تدفع المال لمن يسكن فيها. أعلن عمدة بلدة في منطقة بوليا جنوب إيطاليا استعداد السلطات لدفع مبلغ مالي مهم للناس مقابل الانتقال للعيش فيها. وأضاف العمدة أن البلدة ستقدم 800 يورو للعازبين و 1200 يورو للأزواج وما بين 1500 إلى 1800 يورو للأسر المكونة من 3 أفراد وأكثر من 2000 يورو للعائلات المكونة من 4 إلى 5 أشخاص. وإلى صحيفة البيان الإماراتية التي عنونت طفلة تبتكر جهازا لتحليل الماء منخفض التكلفة. ابتكرت تلميذة عمرها 11 عاما جهازا يمكنه أن يقدم تحليلا سريعا ومنخفض التكلفة للكشف عن تلوث المياه بالرصاص، ما أهلها للفوز بالجائزة الأولى في مسابقة أمريكية للعلماء الصغار. ويستعمل جهاز المخترعة الصغيرة أو يستعمل أنابيب من الكربون متناهية في الصغر للكشف عن وجود الرصاص بالماء. أهلا بكم من جديد. ما زالت الدراسات تؤكد على أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي ونجاحه في مواجهة ومنع انتشاره في الجسم. قصة نجاح جديدة بطلتها السيدة السعودية منى البصيص استطاعت بإرادتها أن تشفى من المرض. أحيانا يكون خوفنا على أنفسنا خوفا على حزن أحبابنا، لا نريد لهم الألم ولا الحزن ولا الدموع. منى امرأة أصيبت بمرض السرطان لكن لم يؤلمها خبر المرض كألم الخوف من أن يعرفوا أهلها بمرضها فتتسبب لهم بالحزن، فما كان منها إلا أنها أخفت مرضها عن الجميع فصبرت وتألمت وكافحت واستمرت بالعلاج مصارعة هذا العدو وحدها دون دعم أو شفقة من أحد. طريقة اكتشافي له طريقة طبعا تعتبر حضارية والمفروض الكل يسويها، اللي هو التست الشهري اللي كل شهر لازم الأنثى عموما سواء متزوجة أو غير متزوجة تسوي الفحص هذا عليها. بعد هذا الشيء اكتشفت أنه موجود فيني، ما حبيت أني أوصل المعلومة أبدا للبيت، لا من زوجي ولا من أبنائي ولا حتى أهلي. واستمرت منى مثابرة إلى أن أتى اليوم الموعود الذي قرر فيه الأطباء أنه لا بد من إجراء العملية، فاضطرت منى إلى إخبار أهلها وزوجها وأولادها ليكونوا بجانبها. كيف أني وصلت الخبر لأبنائي؟ وصلت قبل تقريبا العملية بشهر، وصلت لهم أن هذا الشيء احتمال يكون موجود.
إلى جاء يوم العملية طبعا فترة الفجر زوجي خبر المجموعة طبعا الأهل عن طريق الجوال أن منى الآن تحتاج دعاكم، هي الآن مصابة بمرض السرطان. طبعا الصدمة قوية على الناس وعلى أهلي أقوى. الحمد لله مرت العملية بسلام. بعد ما فكت من المخدر الدكتور الله يسعده جاء وتكلم معي وقال شفنا في سمونة تباشير. أنا ما أدري وش التباشير، طبعا كنت تحت تأثير المخدر، فرحت داخليا أن التباشير تكفي الكلمة يعني. فبعد ما يعني استرجعت وعي فطبعا زهمنا الدكتور مرة ثانية وقلت عفوا دكتور وش شفته؟ قال والله يا أخت منى شفنا في السباشير، توقعنا أن المرض منتشر، الحمد لله ما انتشر، توقعنا أنه على الأقل في الغدد الليمفاوية، والغدد الليمفاوية سليمة الحمد لله. توقعنا أننا نشيل الثدي فقط، ما تم إزالته فقط الكتلة. بعدها دخلت في المرحلة اللي تعتبر أقسى مرحلة مرت علي، اللي هي مرحلة الكيماوي بعد الكانسر. لا، منى خبيرة بشرة وتجميل، مدرب معتمد داخليا وخارجيا، ناشطة في مجال التطوع، عضوة في الجمعية السعودية مكافحة السرطان، عضوة في جمعية زهرة. لقيت منى الدعم والتحفيز من الجميع والتشجيع لعمل العملية التي تمت بنجاح، لتخرج منى من هذه الحرب منتصرة على مرضها بفضل من الله ورحمته. دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي لا سيما موقع تويتر، قائلا إنه ربما لم يكن ليصل إلى البيت الأبيض من دونه. وفي مقابلة تبث الأحد على شبكة فوكس بيزنس قال ترامب إن بإمكانه تجاوز ما يراها تغطية إعلامية غير عادلة من خلال التحدث بشكل مباشر. ووصف ترامب حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام بأنها منصة هائلة، وكثيرا ما حث الزعماء الجمهوريين ترامب على تجنب التغريدات أو تقليلها. وأقر ترامب بأن بعض الأصدقاء اقترحوا عليه عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. اتفقت شركات مايكروسوفت وفيسبوك وتويتر وجوجل على بذل المزيد من أجل حذف المحتويات المتطرفة من مواقعها في غضون ساعات من نشرها. وجاء الاتفاق بين عمالقة التكنولوجيا عقب اجتماع استمر ليومين بين ممثلي دول مجموعة السبع وهذه الشركات في جزيرة أسكيا الإيطالية. وأوضح مسؤولون أن الهدف هو حذف المحتوى المتطرف من مواقع الإنترنت خلال ساعتين من النشر. قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إن الحكومة المركزية في مدريد ستعلق مهام حكومة كاتالونيا ردا على الاستفتاء الذي أجراه الإقليم من أجل الانفصال. وأعلن راخوي عن انتخابات محلية في منطقة كاتالونيا خلال 6 أشهر، ما يعني فرض حكم مباشر من مدريد على الإقليم. أصبح بعض الصناعيين السوريين منذ مجيئهم إلى مصر أعقاب الثورة السورية شركاء مع المصريين في كثير من الأنشطة التجارية، آخرها الشراكة التي تمت بالاتفاق بين مصريين وسوريين، وأسفرت عن صناعة أول سيارة صغيرة توك توك تعمل بالشحن الكهربائي، وتضمنت السيارة الجديدة تعديلاً لمثيله المنتشر في الشوارع المصرية ليكون أكثر فائدة وأقل ضرراً كوسيلة مواصلات. وأهم مميزاته أنه لا يعمل بالبنزين بل بالكهرباء، ويشحن عن طريق بطارية تعمل طوال 10 ساعات، كما أنه مزود بأبواب أمامية وخلفية لضمان سلامة الركاب. زعم رجل أمريكي أنه اكتشف هرمين تحت سطح مياه المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية، وقد وثق مزاعمه بمقطع فيديو نشره على موقع يوتيوب. وذكر موقع دي سن البريطانية إن الرجل المدعو سكوت زعم اكتشافه للهرمين أثناء مطالعته لمنطقة سواحل فلوريدا على تطبيق جوجل خرائط، حيث لاحظ وجود الهرمين
في قاع المحيط بالقرب من جزيرة نيو بروفيدنس القريبة من فلوريدا. وعرضت قناة سيكيوريتي 10 على موقع يوتيوب والذي قابله النشطاء بردود فعل مختلفة، حيث رأى الكثير منهم أن ما يقوله سكوت غير حقيقي وأن ما يراه مجرد شعاب مرجانية وليست أهرامات كما يدعي. كشفت كوبا النقاب عن نسخة من تمثال بطل الاستقلال خوسيه مارتي حصلت عليه كهدية من نيويورك مسقط رأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعرض أمام العامة في وقت تتزايد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وكوبا. والتمثال على شكل فارس يمتطي جوادا يصور مارتي قبل وفاته عام 1895 خلال القتال ضد الحكم الاستعماري الإسباني. بيع خطاب كتبه أحد ضحايا غرق السفينة تايتانيك في مزاد مقابل 126,000 جنيه استرليني، أي ما يعادل 166,000 دولار، ما يمثل أعلى قيمة تدفع في خطاب كتبه أحد ركاب السفينة المنكوبة. وهذا من أحدث الخطابات التي أعلن العثور عليها بعد غرق تايتانيك. خبرنا الأخير من عالم الفن السابع، حيث يبدو أن تقديم جزء ثاني من فيلم بو لتايلر بيري لم تكن فكرة جيدة. فالفيلم الذي يحمل عنوان تايلر بيريز بو ميدي هالوين وبدأ عرضه يوم 20 أكتوبر الجاري لم يحقق سوى 760 ألف دولار إيرادات رغم عرضه في 2500 دار عرض في أمريكا وكندا وجنوب إفريقيا. ورغم أن توقعات منتجيه أكدت أن الفيلم سيحقق ما بين 20 إلى 22 مليون دولار في أول أسبوع من عرضه. قبل أن أودعكم إليكم تذكير بأبرز العناوين. الأمن المصري واصل مطاردة خلية الواحات الإرهابية. افتتاح أول مكتب لتشغيل لاجئين سوريين في مخيم الزعتري. واستعرضنا في نشرتنا قصة ناجية من مرض السرطان تنتصر عليه بمساندة الأهل. وصلنا إلى الختام. للمزيد يمكنكم دائما مشاهدينا متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته. نلقاكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز للأخبار. إلى اللقاء.